ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى النهارده بقى احنا هنشوي اللحمه وهنشوي الفراخ مع بعض. شايفين شكلها جميل ازاي وعامله ازاي؟ هنشوي اللحمه بطريقه مختلفه وهنشوي الفراخ بتوابل بسيطه جدا وهتطلع جميله جدا. يلا خشوا معايا شوفوا الوصفه وما تنسوش الاشتراك والاعجاب الحلو منكم. يلا بقى نخش نشوف الوصفه مع بعض حبايبي. النهارده بقى هنعمل لحمه مشويه وهنعمل فراخ مشويه، بس انا الاول هتبل لكم اللحمه وبعد كده هجيب الفراخ واتبلها لكم. معانا لحمه كيلو اهو انتر كوت زي ما انتم شايفين كده، انا شطفها شطفه بسيطه كده بس، تمام. ومعايا هنا طماطم مبشوره ومعايا بصل مبشور، اخد شويه بصل منه والباقي هسيبه للفراخ. ومعايا بهارات شوي ومعايا شويه زعتر وشويه جوزة الطيب وشوية بهارات سبعة وشوية فلفل اسود، ومعايا صويا صوص شوية صغيرين اختياري، لو انتي مش عندك ما تحطهاش، شوية زيت شوية خل عشان السوى وشوية ملح، تمام. هنبتدي هنحط شوية بصل زي ما انتوا شايفين كده، نعصر ميته كده واحنا بنحطه اهو، تمام. واحدة واحدة مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. انا هعصر بقى الباقي عشان اخليه ايه للفراخ، نعصر كده عشان انا عايزه ميه البصل الباقيه دي للفراخ، عشان انا قلت لكم هشوي فراخ ولحمه، تمام. باقي ده انا هحطه ايه للفراخ بس كده، تمام. كده اهو حطينا البصل بتاعنا، هنجيب شويه طماطم مبشورين زي ما انتم شايفين كده اهو. الطماطم دي بتدي طعم حلو قوي، تست حلو قوي للشوي، حطوها حلوة قوي، تمام. هنحط شوية خل صغيرين كده ما انتوا شايفين كده، التوابل بتاعتنا الفلفل الاسود، بهارات سبعة، بهارات شوي، زعتر، جوزة الطيب حبة صغيرين قوي زي ما انتوا شايفين كده اهو معايا، كل حاجة خطوة بخطوة. هنحط شوية الصويا صوص مش كتير يعني، حبة صغيرين اهو، واحدة واحدة مع بعض حبايب قلبي. هنحط الملح الاول، شوية ملح صغيرين عشان السوى، مش هنحط كتير عشان انا حاطة في البصل شوية ملح عشان ينزل ميته كمان، شوية زيت عشان يدي لمعة كده واحنا بنشوي اهو، حلوين كده. نحط شوية كمان، المقادير دي بتاعتك بقى، تمام. انا بوريكي على الكيلو مقاديري عاملة ازاي. هقلبها كده زي ما انتوا شايفين كده مع بعض كده اهو اهو اهو، شايفين الشكل والجمال اهو. انا ما رضيتش احطها في حاجه غويطه عشان ايه تشوفوها معايا كده اهو، انتوا شايفين كده تبقى ايه كلها كده اهو. زي ما انتوا شايفين هحطها في الثلاجه ساعتين عشان التتبيلة تمسك فيها، ونروح مع بعض اوريكم هشويها ازاي. ورجعت لكم تاني حبايبي، اهي ادي فرخة انا محضراها ومقطعاها اهو زي ما انتوا شايفين. قطعيها بقى الحجم اللي انت حابه، انا وريتك قبل كده تقطيع الفراخ ازاي في حلقة الدجاج كنتاكي اهو، فرخة كبيرة اهو انا مقطعاها والوراك مقطعاها اهو صغير، ماشي الحجم بقى اللي انت حباه، والقوانص والكبدة عشان انا برضو ايه هشويها معاها، تمام. انا كنت متبلاها من بالليل على فكره، بصلايه مبشوره وفلفل اسود وملح، بيتها بالبصل وفلفل اسود وملح. انت مش حابه تعملي خطوه التبييت بالبصل بالفلفل اسود والملح ده براحتك، انا ببيت الفراخ ببصل فلفل اسود وملح، تمام. عندنا بقى ميه البصل اللي احنا قلنا عليها، تمام. ممكن تحطي ميه بصل بس من غير البصل اللي هو انا مبيتاه فيه ده من بالليل، انت ممكن تحطي ميه بصل بس، تمام. معانا ليمون، ليمونتين كبار، هو بيحب الليمون الشوي الفراخ، وزيت برضو ماشي، وملح انا حاطه ملح، ممكن ما احطش ملح على فكره، تمام. وفلفل اسود وبهارات شوي وشويه زعتر وطماطم مبشوره، لازم الطماطم المبشوره دي يا جماعه. هنحط كده البهارات بتاعتنا بسم الله، تمام. وهنحط البصل اهو، ميه البصل زي ما انتم شايفين اهو،
مش هحط ملح عشان انا مبيتها بملح من امبارح، فانا مش عايزاها تملح مني قوي. نحط الليمون، بس قلت لك ملح عشان انت ايه تبقي عارفه ان بيتحط فيها ملح. هنحط الطماطم المبشوره اهي، تمام كده، وشويه زيت عشان اللمعه بس في الشوي كده اهو، تمام حبايبي، كده مع بعض خطوه بخطوه. يا ريت بقى حبايبي اللي ما اشتركش في مطبخ فوفا وتوته يشترك يا جماعه، خشوا الاشتراك كده العلامه الحمراء، دوسوا عليها وانتوا بتتفرجوا كده، مش هياخد منكم حاجه. بصوا انا مقطعه الفراخ بالسكينه كده، مشرحاها كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده، والجناحه كده مشرحاها اهو، شرحها بالسكينه كده اهو، من كل حته كده انت حباها تخش فيها التتبيله عشان تخش فيها التتبيله، ريحه جميله. تمام، اشتركوا بقى في قناة فوفا وتوتة كده، ودوسوا على زر الجرس كده، هتلاقوا جرس جنب كلمة اشتراك كده عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فوفا وتوتة. تمام حبايبي، مش هتخسروا حاجة ما تدوسوا على الاشتراك ده، ماشي حبايبي، عشان القناة تعلى بيكم. بس هنقلبها شوية كده، كل التتبيلة تخش في بعضيها كده، وهنحطها في التلاجة برضو ساعتين ونرجع نشويها مع بعض. رجعت لكم تاني حبايبي اهي، بعد ما سبتها ساعتين، انت عايزه تسيبيها ليله كامله براحتك اهي، ده بعد ما اتبلت ساعتين، انا سبتها ساعتين بس. هنحطها بقى ايه قبل ما اشويها، انا بعمل تكايه، بحطها على بديها صد مع النار الاول مع البصل وكده، وبعد كده اروح رايحه احطها على الشوايه عشان تديني جوسي كده ما تتحرقش مني ان شاء الله. هنحطها زي ما انتوا شايفين، هنحط بقى ايش معلقه زبده كده او سمنه اللي موجوده عندك، معلقه زبده بلدي، تمام اهو، وتكوني مسخنه الطاسه قبلها جامد عشان احنا عايزين نديها صدمه زي ما انتوا شايفين. انا برضو طلعت الفراخ سبتها ساعتين، عايزه تسيبيها برضو ليله كامله براحتك، انا سبتها ساعتين وحطيتها على الشوايه، هوريها لكم دلوقتي هي بتشوي، بس اعمل دي معاكم الاول اهو شويه كده. هنحطها اهو زي ما انتوا شايفين اهو، شفتي صدمة اهو، شايفين شكلها جميل ازاي، اعملوا بقى الحركة دي هتبقى حلوة قوي قبل ما تحطوها على الفحم. ماشي حبايبي، عايزين اللايك الحلو بقى من ايديكم الحلوة كده، كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل كام وصفة في العيد كده حلوين تستاهل بقكم ده الحلو اهو، ركزوا معايا في الوصفات دي وهتعملوا احلى نتيجه ان شاء الله. حبه حبه بقى هنحطها واقلبها، شوف كده اول واحده حطيناها اخبارها ايه، يعني ما تسيبهاش كتير، شايفه كده اهو تقليبه على طول، ماشي. انا مش عايزاها ايه اعلي النار شويه عشان انا عايزاها تدي صدمه، مش عايزاها ايه تستوي معايا، اوعي بقى تسويها، اوعي تسويها عشان احنا هنكمل سواها على الفحم. ماشي حبايبي، اعملي بقى الطريقه والتكايه دي هتعجبك قوي، هخلصهم كلهم بقى وارجع اوريكم الفراخ وهي بتشوي. شايفين حبايبي اهي الفراخ، اهي انا حطيتها في الشوايه زي ما انتوا شايفين اهو، حبيت اشارككم في الشوي معايا اهو. تفضلي بقى تهوي بقى الشوي ده ليه كده اصوله، بتحطي بتولعي الفحم شويه فحم، بعد كده فحم من غير ما هو متولع، حطيهم وكسري الفحم كويس ويولع معاكي، تقومي حاطه الفراخ بتاعتك وتفضلي رايحه جايه عليها تقلبيها كده وتهوي عليها عشان ما تتحرقش منك ان شاء الله. تمام، ولو في شويه جوسي كده ميه نزلت من التتبيله ممكن تحطي تسقسقي بيها كده وانت بتعملي، ماشي. يلا بقى راح اوريكم اللحمه بعد ما طلعتها، وده شكلها حبايبي اهو بعد ما اديت لها صدمه على النار اهو، شايفين شكلها اهو، تديها صدمه ما تحاوليش ان انت ايه تسويها عشان احنا هنسويها على الفحم لسه. بصي منزله جوسي ازاي، ميه بتاعتها دي هنستعملها برده، هنسقسق عليها كده وهي على الفحم، هحمرها هحطها على الفحم وارجع اوريها لكم. وده شكل اللحمه حبايبي اهي وانا بشويها زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين الميه بقى اللي نزلت منها، العصير بتاعها اللي نزل منها، بتسقسقي بيها على اللحمه كده عشان تبقى طريه اهو. نشويها بقى وارجع نقدم الفراخ واللحمه مع بعض. ورجعت لكم اهو حبايبي، شوينا اللحمه اهو، شايفين طريه ازاي وجميله اهو زي ما انتم شايفين اهي، شويتها كلها اهو، شايفين ادوها كده جميله جدا، ما زودوش الملح، نرصها بقى مع بعض حلوه بصراحه، نرصها كده
اعملوا بقى اللايك الحلو واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فوفا وتوتا زي ما انتم شايفين كده. هنرص بقى الفراخ زي ما انتم شايفين كده، الفراخ برضو اهو شايفين شكلها، شايفين طريه ازاي، بس مبقاش على الفحم كتير والفحم ما تبقاش ناره عاليه عشان ما تتحرقش ايه مننا اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. كل سنه وانتم طيبين، يقعد عليكم الايام بخير كده يا رب اهو. شايفين شكلهم اهو. انا كمان ايه بصوا عملت القوانص، عملت القوانص والكبد شويتها برضو معايا تمام. ده بيبقى شكلها النهائي اهو حبايبي. الفراخ برضو مستويه اهو، هجيب لكم الورك اللي بياخد سوا. شايفين اهو شايفين مستوي ازاي ودايب. كل ما تسيبي التتبيله اكتر كل ما يبقى طعمها احلى. انا كمان ما سبتهاش غير ساعتين، وتسيبيها والميه اللي هتنزل من الصدمه بتاعه اللحمه اسقي بيها اللحمه، وبرده الفراخ اسقي بالميه اللي نزلت منها. كل ما تقلبي في الشوي اسقي بالميه، هتديكي طراوه هتديكي طعم احلى. ودي بتكون حلقتنا النهارده خلصت مع شوي اللحمه وشوي الفراخ. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه النهارده، واشتركوا في مطبخ فوفا وتوتا واعملوا اللايك 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 الجميل منكم. وايه رايكم في الحنه دي انا اللي عاملاها؟ ايه رايكم؟ قولوا لي رايكم. ايه رايكم انا اللي عامله الحنه دي على ايدي؟ ايه رايكم؟ لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات نعملها مع بعض ونعمل كذا رسمه مع بعض ماشي. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، واشتركوا بقى في قناه فوفا وتوتا عشان يوصل لكم كل جديد، ودوسوا على زر الجرس تمام حبايبي. اللي بيتفرج على الفيديو ما ينساش كده يدوس على زر الاشتراك عشان القناه تعلى بيكم ان شاء الله. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه.